معايا بغدادي من مصر. اهلا يا بغدادي. السلام عليكم استاذ احمد. وعليكم السلام يا ابو عمو، طولت الغيبه، اخبارك ايه؟ حبيبي وقعتوه من اساسه من 10 سنين ورجعتوه تاني دلوقتي رئيس لحركه حماس، وهو يبقى ده ذكاء؟ وده في اي انتصار ليكم في اي حاجه؟ ده كده انتصار رسمي لحماس، يعني انتصار سياسي ويمكن عسكري كمان، لاني يحيى السنوار ده قائد، وهو قائد 7 اكتوبر، قائد طوفان الاقصى من بدايتها، وقائد لو تفتكر حركه البالونات الحارقه دي، مسيرات العوده. مسيرات العوده، ايوه كان هو اللي قائدها برضه، وكل الحروب اللي عدت معاهم كان هو اللي قائدها. طب ليه جبتوا بنفسكم انتوا الكلام ليه كده؟ انتوا مش عايزين تتفاوضوا؟ طب هجاكم واحد والله ما بيعرف يتكلم، يعني بص بيتكلم بالمقاومه. قصدك ما بتكلمش بلسانه يعني؟ خالص لا، ما بيتكلمش بلسانه، ما عندوش استعداد انه يسمع منكم، يعني ده راجل بايع القضيه من زمان، من سنين يعني. يا راجل حاكمين عليه بالمؤبدات 100 مره مؤبد قبل كده، ورحتوا قلتوا احنا قتلناه وطلع حي، قلت على محمد ضيف قتلتوه وطلع حي، ايامكم سودة والله، ايامهم لحقها روبه ان شاء الله. روبه؟ يشيلوا الطين باذن الله. يعني الكلام ده الواحد ما سمعوش من 40 سنه. اشكرك يا بغدادي، شكرا على وجودك معايا.